مساك الله بالخير. يا اهلا وسهلا دكتور. مع بداية هذا العام ايش هي اخر المستجدات مع فيروس كورونا؟ يمكن اول شيء السلام عليكم، يعطيكم الف عافيه، سعيد تواجدي معكم. احنا اعتقد يعني اكثر شيء يعني شغل المجتمع الفتره الماضيه هو التحورات اللي صارت في الفيروس والانتشار اللي زاد في اوروبا، في بريطانيا مثلا وباقي الدول. يعني يمكن هذا اكبر شيء مستجد، لكن المستجد من ناحيه وطنيه وداخل المملكه الحمد لله يعني عدد الحالات في نزول والتعافي قاعد يرتفع ويزيد الحمد لله. وطبعا دخول او وصول اللقاح الى المملكه يعني هذا يعتبر اهم خبر يعني وصل قبل نهايه العام. يعني يمكن هذا اكبر مستجد في الجائحه الى الان. يعني ان شاء الله قربنا نخلص من الوباء هذا خاصه مع اللقاحات اللي تم صنعها باذن الله. يعني من ناحيه وبائيه يعني الحل الوحيد حاليا للقضاء على الجائحه هو الوصول الى مناعه جماعيه نسميها، وهذا غالبا يا اما باصابه المجتمع كامل بالفيروس وهذا شيء ما نتمناه، او الوصول الى المناعه هذه من خلال لقاح، وهذا الهدف اللي ان شاء الله اللي بنوصل له باذن الله. صحيح. ان شاء الله. بس الناس خايفين من سلالة الفيروس، الفيروس الجديد اللي هو كورونا الجديدة، إيش تقول لهم؟ يعني السلالة هذه يمكن سببت ذعر يمكن زيادة عن اللزوم. يعني هي كسلالة جديدة ما هي بأكثر ضراوة من السلالات السابقة أو حتى الفيروس الأصلي من ناحية شدة المرض، لكن اللي اختلف فيها أنها أكثر انتشار خصوصا بين صغار السن أو الشباب، وهذا سبب ذعر شوي عند المجتمعات الغربية وانعكس الذعر هذا عندنا هنا. لكن الحمد لله إلى الآن يعني في المملكة العربية السعودية ما سجلت ولا حالة. في طبعا باستمرار أي حالة إيجابية يتم دراستها جينيا والتأكد من السلالات حقتها، فإلى الآن السلالة هذه ما دخلت إلى البلد ما بركة الحمد لله. طيب ولكن هل اللقاح الجديد يقدر يقاوم السلالة الجديدة؟ بشكل عام نتكلم لأن اللقاح هو أتوقع منتشر للعالم كله بنفس الصيغة، فعشان الناس اللي خارج السعودية تعرف هل اللقاح اللي الحين تقدمه الوزارات بكذا بلد يحارب الفيروس الجديد؟ بالطبع. يعني مهما كان التحور الحالي الموجود أو الأخير اللي سمعنا عنه ما زال اللقاح قادر على أن يغطيه ويعطي مناعة ضده، وكما ذكرت يعني هو الفرق في عملية الانتشار وليس في الضراوة نفسها، وهذا اللي يفرق في تغطية اللقاح أو لا. الحمد لله. أوكي، معروف أن اللقاحات صارت متوفرة الحمد لله، شو راح تقدر الدول أنها تحصل على حصة لهاي من يعني من هاللقاحات، ومن اللي دي ينظم عملية توفير اللقاحات؟ طبعا في أكثر من طريقة. يعني منظمة الصحة العالمية سوت زي اتحاد أو تجمع اسمه كوباكس، وهذا التجمع يعني اكبر الدول او الدول الغنيه تقريبا اجتمعت فيه على اساس يصير فيه عداله في توزيع اللقاح، وفي نفس الوقت لدعم الدول الفقيره من خلال الاموال اللي يقدمونها. كانت الحمد لله السعوديه واغلب دول الخليج من الدول السباقه في الدخول في هذا التجمع. الطريقة الثانية اللي هي عن طريق التعاقدات المباشرة مع الشركات، وهذا برضه يعني طريق آخر سلكناه في المملكة العربية السعودية. فعندنا بالتعاون مع المنظمة وعندنا التعاقد المباشر مع الشركات. حلو. دكتور، شكون هم الفئات الأكثر أولوية للحصول على اللقاح؟ طبعا عندنا من خلال اللجنة الوطنية للأمراض المعدية تم تقسيم المجتمع إلى ثلاث فئات مستهدفة. الفئة الأولى تقريبا عدد بسيط يعني حوالي 3 مليون شخص من المواطنين والمقيمين، هم كبار السن اللي عمرهم فوق 65 سنة، أو من لديه مرضين مزمنة فأكثر، أو اللي عنده سمنة مفرطة، أو أصحاب الأمراض المناعية، أو من يستخدمون الأدوية المثبطة للمناعة، بالإضافة إلى بعض العاملين زي الممارسين الصحيين أو القطاعات العسكرية اللي يكونون في الواجهة ومعرضين للإصابة بالفيروس. هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية تليهم اللي هم بقية الممارسين الصحيين والعاملين في القطاع العسكري ممن هم ليسوا في واجهة التعامل مع الناس، بالإضافة إلى من لديه مرض مزمن واحد من باقي المجتمع. هذا تقريبا قدروا بحوالي 10 مليون شخص.
يليهم الفئة الثالثة هو بقية المجتمع من مواطنين ومقيمين إن شاء الله. طيب في كثير ناس قاعدة تشكك، بتشوف منتشر أكيد في السوشيال ميديا، وفي ناس كثير قالت إن هي اللقاح ما راح يفيد أو مش فعال، إيش رأيك بهذا الموضوع وكيف تثبت إن اللقاح فعال بإذن الله؟ يعني الحمد لله، يعني بتكلم عنها من ناحية علمية، الدراسات اللي انعملت على اللقاحات اللي إلى الآن بدأ استخدامها أثبتت فعاليتها بنسب عالية، يعني حتى أكبر يعني بنسب أكبر من بعض اللقاحات الموجودة من سنين زي لقاح الإنفلونزا وغيرها. يعني لما يوصل الفعالية إلى 95% إلى 100%، يعني هذه تعتبر يعني أرقام رائعة، خصوصا في وقت قصير مثل الوقت اللي صنعت فيه. بالإضافة إلى الفعالية الأهم بالنسبة لنا المأمونية، وهذا يعني جزء مهم جدا. الدراسات أثبتت أنه مأمونية اللقاحات على المدى القصير جدا عالية، وهذا ما لاحظنا إحنا بعد بداية برنامج اللقاح. الآن صارنا تقريبا 3 أسابيع، جدا قليلة الآثار الضائرة والآثار الجانبية اللي ممكن تحصل نتيجة اللقاحات، فالحمد لله يعني شيء مبشر بإذن الله. الحمد لله. الحمد لله. هل راح تكون اللقاحات نهاية لهالوباء؟ لو تحس إنه بعد لازم نستمر بالإجراءات الوقائية؟ الإجراءات الاحترازية جدا مهمة، يعني حتى الشخص اللي ينتهي من أخذ الجرعتين حقة اللقاح، صحيح هو شخصيا محصن، لكن ما هو محصن من نقل الفيروس إلى الآخرين، سواء بيده أو من خلال عدم الاهتمام بنظافة اليدين أو التباعد أو الأشياء هذه. هذه كلها لازم كل المجتمع يحرص على الاستمرار على في الاحترازات الوقائية إلى أن نصل جميعا كمجتمع إلى المناعة الجماعية. تقريبا نأمل إلى زي 60% أو 70% من المجتمع يكون وصل للمناعة هذه، بعدها كلنا إن شاء الله بإذن الله نحتفل مع بعض ونشيل الاحترازات مع بعض بإذن الله. إن شاء الله.